تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع أنحاء الجمهورية بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد لتوفير مستلزمات المدارس. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري عبد الله بركات. تحياتي لك ياسر وتحياتي لهبة ولكل الزملاء في الاستوديو. نحن الآن في إحدى الخيمات التابعة لمبادرة كلنا واحد والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 30%، بل وتتعدى 30% في بعض السلاسل التجارية وأيضا في بعض المكتبات. الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هي تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع بداية عام دراسي جديد. نعرف أن المدارس ستبدأ يوم 1 من الشهر القادم، بالتالي بيكون هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية بمختلف أنواعها، سواء الكتب سواء الأوراق وغيرها من المستلزمات المدرسية، أحذية وكذلك حقائب مدرسية. وبالتالي فإن في هذا التوقيت بالذات بيكون الإقبال كبير من المواطنين على شراء هذه المستلزمات. قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى وكبرى المكتبات وكذلك مع المنافذ المختلفة وكبار التجار لتوفير هذه المستلزمات بتلك الأسعار المخفضة. هناك حوالي 714 منفذ على مستوى الجمهورية تتوافر فيه هذه المستلزمات المدرسية، إضافة إلى 6 سرادقات موجودة وكذلك حوالي 17 منفذ فرعي موجود بالشوارع والميادين الرئيسية تتوفر فيه هذه المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة المعلن عنها. هذه الأماكن جميعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنين من الوصول إليها في سهولة ويسر. نحن موجودين في إحدى هذه المنافذ التي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار والتي وفرت فيها المستلزمات المدرسية، وموجودة بشارع جسر السويس في منطقة حيوية تهدف إلى توفير كافة الاحتياجات للمواطنين، ليست فقط المستلزمات المدرسية، وإنما وزارة الداخلية حرصت أيضا على توفير السلع الغذائية من خلال مبادرة كلنا واحد والمستمرة منذ قبل شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%. هذه الخيمة بتضم سواء مستلزمات مدرسية، سلع غذائية، سجاد وغيرها من المستلزمات التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، إضافة أيضا إلى منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بتقوم أيضا بتوفير كافة احتياجات المواطنين من سلع غذائية وغير غذائية من خلال 1026 منفذ لها موجود على مستوى الجمهورية سواء ثابت أو متحرك تتوفر فيه هذه السلع بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. كل هذه الأمور في إطار الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية. معنا الأستاذ عمرو خلب أحد منظمين معارض كلنا واحد بوزارة الداخلية، كلمنا عن المشاركة وأهميتها إيه إن أنا أخفف الأعباء عن كاهل الأسر. أهلا بك يا عز عبد الله، وأهلا وسهلا بمشاهدين التلفزيون المصري. الحمد لله إحنا في المرحلة 23 لمبادرة كلنا واحد. السنة دي الخامسة اللي بتنظمها وزارة الداخلية، وزارة الداخلية اعتادت والموردين السنة الخامسة على مستوى المستلزمات المدرسية. المستلزمات المدرسية. وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن الاقتصادي لوزارة الداخلية حريصة كل الحرص اللي هي تقيم المعارض دي سنويًا. طبعًا إحنا موجودين في الشارع زي ما ذكرت حضرتك من شوية من 15/3 مرحلة 22 لحد وقتنا هذا موجودين في الشوارع العامة، موجودين في المعارض. المسار اللي احنا موجودين ده في احد مسار مبادرة كلنا واحد وهي المعارض الخارجية. احنا دايما بنستهدف الاماكن الاكثر ازدحاما، الاماكن الاكثر كثافة، الاماكن الاكثر احتياجا. احنا موجودين في معرض النهاردة مساحته على حوالي 1200 متر، بيضم ادوات مدرسية، بيضم ادوات منزلية، بيضم سلع غذائية استراتيجية، سكر وزيت وارز بنفس الاسعار اللي كانت موجودة قبل كده. بنحاول الحمد لله نحافظ على ثبات سعر المنتجات في السوق. من خلال المبادره هنا بنقدم برضو التيشيرتات المدرسيه، يعني سعر قريب جدا من سعر السنه اللي فاتت. التيشيرت ب 65 جنيه والكراسه بتبدا ب 2 جنيه ونص، يعني برضو ده اسعار المواطن لما دخل المبادره ولقى الحاجات دي متوفره ولقى الكم الكبير جدا معروض، فاصبح عند المواطن اطمانينه. ليه؟ لان حضرتك شاف كميه كبيره من المعروض، ودي كانت صراحه احد توجيهات السيد الرئيس ان احنا ضروري نبقى موجودين مع المواطن، ضروري نبقى قريبين جدا من المواطن، ضروري ان احنا نلبي احتياجاته اليوميه من مستلزمات معيشيه، واهمها طبعا المرحله اللي احنا موجودين فيها المرحله الدراسيه. طبعا مصر والعالم كله بيشهد ازمات اقتصاديه كبيره جدا، فمن خلال المبادره احنا بنحاول نساعد المواطنين ان احنا نوفر لهم منتجاتهم بنفس الجوده العاليه وبنفس الاسعار المخفضه ونفس الحاجه اللي احتاجها المواطن المصري في المستلزمات.
المستلزمات المعيشيه اليوميه للبيت. فاحنا هنا في خلال معرض المبادره، المعرض بيضم جميع السلع اللي يحتاجها المواطن، ادوات مدرسيه، سلع غذائيه، ادوات منزليه، كل شيء يحتاجه المواطن. الحمد لله احنا بدانا 1/9 ومستمرين لحد بعد 10، بالاضافه الى مرحله 22 اللي هي ممكن تنتهي نهايه السنه، اللي هي السلع الغذائيه الرئيسيه تضم 1200 منفذ خاص بالمبادره. المرحله دي بتضم 837 منفذ على مستوى الجمهوريه، منهم 6 معارض رئيسيه، 11 معرض فرعي بيغطوا جميع انحاء الجمهوريه، بالاضافه الى المعارض اللي بتنظمها برضو مديريه الامن على مستوى الجمهوريه. الحمد لله احنا يعني المواطن دخل ولقى المنتج موجود، الجوده عاليه، في نفس الوقت لقى المعروض كبير جدا ولقى الاسعار مخفضه. فاحنا ان شاء الله موجودين مع المواطن، بنقول له اطمئن، ما فيش زياده في الاسعار، وبرضو بنعمل احداث توازن محلي واحداث توازن على اسعار الدوله كلها، الاسعار من خلال مبادره كلنا واحده بتنظمها وزاره الداخليه. شكرا يا عمرو. يمكن يعني هذه ابرز النقاط التي تتعرض يعني تتعلق بمبادره كلنا واحد، وتتعلق بالتخفيضات الكبيره التي اتاحتها المبادره سواء على السلع الغذائيه وغير الغذائيه، وايضا على المستلزمات المدرسيه بمناسبه قرب حلول العام الدراسي الجديد. شكرا جزيلا لك عبد الله بركات، مراسل التلفزيون المصري. وما زلنا مع مبادرة كلنا واحد، هذه المرة تنضم إلينا سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري من إحدى نقاط المبادرة برمسيس. سالي، ضعيني في الصورة لديك ومدى الإقبال على المنفذ. نعم، تحياتي لك هبة ولمشاهدينا الكرام. بالفعل نتواجد في إحدى المنافذ أو أحد المنافذ الخاصة بمبادرة كلنا واحد في منطقة رمسيس بجوار مسجد الفتح، وهي بالطبع منطقة حيوية. هذه المنطقة وهذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. لو تحدثنا عن هذه المنطقة تحديدا وهذا المكان، فيوجد إقبال كثيف من المواطنين في اليوم الخامس لإطلاق هذه المبادرة، والتي أشاد بها المواطنين بالتفاوت في الأسعار ما بين هنا وغيرها من الأسواق الخارجية، فضلا عن أيضا جودة هذه المنتجات المتواجدة هنا. لو تحدثنا عن ماهية هذه المنتجات، فبالطبع مع بداية العام الدراسي الجديد يحتاج أو تحتاج الأسرة المصرية والطالب المصري المستلزمات المدرسية من الحقائب والزي المدرسي وأيضا الكشاكيل وغيرها من المستلزمات المكتبية، فضلا أيضا عن السلع الغذائية. ما يتوفر هنا هو هذه المنتجات، فضلا عن الأحذية والحقائب المدرسية وما يتعلق بالمنتجات الأساسية من الزيت والسكر وغيرها. التفاوت في الأسعار هو نسب التخفيض التي تطرحها وزارة الداخلية هنا بالتعاون والتنسيق مع كافة السلاسل التجارية. نسب التخفيض ما بين 25% إلى 60% نسب التخفيض في هذه النقاط. لو تحدثنا عن عدد هذه النقاط، فيبلغ العدد المنتشر على مستوى محافظات الجمهورية 814 منفذا للمنتجات أو المستلزمات الدراسية، فضلا عن أيضا 6 معارض رئيسية و17 معرضا متخصصين أو فرعيين في المنتجات الخاصة بالسلع الدراسية. أيضا منتشر بعض الشوادر والمعارض الخاصة بوزارة الداخلية، وهي المنتشرة أيضا على مستوى محافظات الجمهورية، ويبلغ عددها 1026 منفذا وشادرا متحركا وثابتا يوفرون السلع الغذائية وكافة المنتجات طوال العام. الإشادة من قبل المواطنين هو الأمر اللافت للنظر هنا فيما يتعلق بماهية هذه السلع، أيضا جودة هذه السلع والأسعار المتفاوتة. يعني مستمرة هذه المعارض وهذه المبادرة التي توفر السلع الأساسية والسلع الدراسية حتى نهاية هذا الشهر، تخفيفا عن كاهل المواطنين. أيضا تتضمن فعاليات هذه المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد إهداء 32 ألف حقيبة مدرسية ومستلزمات مدرسية للأسر الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في كافة هذه المحافظات. أيضا المواطنين يشيدون بما يتعلق بالدور الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمشاركتها في الفعاليات المختلفة سواء الأعياد أو المناسبات الاجتماعية، بتوفير كافة المنتجات، وذلك في محاربة للغلاء وجشع التجار في الأسواق المختلفة بتوفير مثل هذه السلع
هنا في هذه النقطة وغيرها من النقاط. كيف يمكن للمواطن أن يتعرف على مكان هذه النقاط بالدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والتعرف على أقرب منفذ له من المنافذ البالغ عددها 814 منفذا على مستوى محافظات الجمهورية، يتعرف على أقرب منفذ له ليشتري كل ما يحتاجه من داخل مكان واحد متجمع به كافة المستلزمات سواء المكتبية والدراسية وأيضا المنتجات الغذائية. الكلمة تعود إليك هبة مرة. نعم، أشكرك جزيل الشكر سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري.